قصتنا المثيرة لليوم رح نغير فيها المكان ونروح على ألمانيا بناء على طلب العديد من المتابعين. رح نسمع تفاصيل مثيرة في قضية صارت في العام 2011 وكان لها صدى واسع على وسائل الإعلام الألمانية. خلينا نسمع تفاصيل قصتنا المثيرة لكن كالعادة بعد الفاصل. نسمع. قصتنا رح نبدأ أحداثها بتاريخ 30 ديسمبر من العام 2011، يوم جمعة بارد جدا من أيام ألمانيا اللي معظمها باردة. شخص اسمه هاينر شول ابنه ماتياس بالإضافة لصديق العائلة ورنر سينجر اللي هو طبيب بيطري بيكونوا في منطقة غابات خارج حدود مدينة لودويغسفيلدا بيبحثوا عن سيدة عمرها 67 عام بتكون زوجته لهاينر. بروجيتا هالسيدة اللي عمرها 67 عام متعودة تقريبا يوميا انها تاخد كلبها نوعية كوكر سباينال اسمه يوريسس حتى تمشي في هالمكان. زوجها هاينر هو عمدة سابق لمدينة لودويغسفيلدا، كان في برلين زي اجتماع غداء مع مجموعة من الأصدقاء. بعد ما يرجع هاينر مباشرة من برلين بينتبه انه زوجته بروجيتا غير موجودة، سيارتها ايضا مش في البيت. على طول بيروح يدور عليها في المكان اللي عادة هي بتمشي الكلب فيه. بينتبه انه السيارة مش موجودة في هالمكان، بيدخل قلبه الخوف على طول وبيروح على مركز الشرطة حتى يخبر عن اختفائها، مع انه هي ما كانت مختفية لفترة طويلة تقريبا 3 ساعات فقط. بيبدأ رجال الشرطة عملية بحث سريعة عن بريجيتا بالإضافة لزوجها وابنها وصديق العائلة. في اليوم التالي بيرجعوا على الغابة وبيرجعوا يفتشوا من جديد. للأسف هنا في هاي المرة بيكتشفوا شيء سيء جدا. خلينا نترك هالموضوع وأحكي لكم بعض المعلومات عن أفراد العائلة وبعدين نرجع للاكتشاف. لودويغسفيلدا هي بلدة جميلة من بلدات ألمانيا الكثيرة، لا تبعد مسافة كبيرة عن برلين، عدد سكانها 25,000 نسمة، مكان هادي جدا وجميل للحياة. من ضمن سكان هاي البلدة هو صديقنا هاينر اللي ولد في شهر جنوري من عام 1943. هاينر اللي كان عمدة بفترة من الفترات لمدينة أو بلدة لودويغسفيلدا في طفولته كان طفل يعني ما تلقى الكثير من الحب والمشاعر. والده كان دايما مشغول يعمل في مجال المناجم، والدته كانت تعمل في بيع الجبنة، وكان عندها بنت تبنتها. هاي البنت هي اللي أخذت كل مشاعر والدتها. هاينر ومن هو في فترة المراهقة كان يعتمد على نفسه، يعمل في أعمال مختلفة، صناعة الأدوات وغيره، وكل فلس كان يكسبه كان يعطيه لوالدته. في النهاية وخلال هاي الفترة الصعبة استطاع الحصول على شهادة الهندسة من منطقة رايسا. هاينر واللي كان يهرب من بيتهم لأنه ما في كثير مشاعر وحب لجأ لواحد من العائلات البولندية المهاجرة لألمانيا، كان عندهم صالونات شعر يساعد في بعض الأعمال، وأفراد العائلة رحبوا فيه جدا. بدأ يشعر أنه بيتهم هو بيته. داخل هالبيت اتعرف على بريجيتا وصار بينهم علاقة لطيفة، يعني علاقة صداقة مع إنهم اتنين مختلفين تماما. يقال إنه خلال هاي الفترة أحيانا كان يتسحب على غرفة هاي البنت ويصير بينهم نوع من العلاقة، لكن مش علاقة حب يعني، لأنه هي لما كانوا يسألوها الأصدقاء تحكي لهم إنه مجرد صديق، يعني بيقضي لها حاجة، ممكن تكون حاجة عفوا عاطفية لا أكثر ولا أقل، لأنه بهديك الفترة
هي كان إلها صديق وهو كان إله صديقة أيضا بهديك الفترة. صديقته بتصير حامل وعندها بيبي منه، وهي بتصير حامل من صديقها، وبتعرف الخبصة في الغرب كيف. بعدين هو بيترك صديقته، هي بتترك صديقها، وفجأة اتنين بيقرروا الزواج. ليش قرروا الزواج؟ هل كانوا يحبوا بعض أو لا؟ ما حد بيعرف. المهم إنه انتهت علاقتهم بالزواج. زواجهم صار في شهر ديسمبر من عام 1964. هو تخلى عن ابنه من صديقته السابقة، لكن ابنها لبريغيتا صار ابنه تماما، والناس كانوا مستغربين كيف هو بيتخلى عن ابنه البيولوجي، وفي النهاية بيتبنى ابنها وبصير عامله كأنه ابنه وأكثر. يمكن تكون العلاقة نوع من إظهار الولاء من هاينر لأفراد هاي العائلة اللي احتضنوه وكانوا يعتبروه فرد منهم. المهم إنه هدول الزوجين مختلفين تماما، يعني مثلا هو كان يحب الرسم الزيتي، هي تكرهه، هو يحب القطط، هي تحب الكلاب. وبالرغم من كل هاي الاختلافات بينهم، بالإضافة لأمور أخرى، إلا أنه شعور بالالتزام نحو كل واحد منهم نحو الآخر، هاي اللي كان موجود أكثر من حب أو مشاعر. خلال فترة زواجهم، الزوجة بريغيتا هي اللي كانت مسيطرة في العلاقة، وخلص هو من سيطرة والدته حتى يقع تحت سيطرة زوجته. في النهاية بيحصل فرصة عمل في برلين وبيكون في قمة سعادته. الآن هو يعيش حر مستقل بعيدا عن سيطرتها، لكن هالشيء ما بدون طويلا، لأنه في عام 1989 بيرجع حتى يعيش في نفس المدينة. وبهاي الفترة اللي رجع هو فيها على البلدة، بدأ انهيار جدار برلين. يعني البدايات كانت في عام 1989، وصار نشاط سياسي داخل المجتمع الألماني. هو استغل الفرصة ودخل في الحزب الديمقراطي الألماني، عجبته الأمور ورشح نفسه أنه يكون عمدة المدينة، وفعلا بيكون هو أول عمدة بيتم اختياره عن طريق الانتخاب. هالشيء أعطاه شعور بالقوة وبأنه شيء مهم في الحياة. هاينر واللي كان عمدة المدينة على مدى 20 عام تقريبا، كل مرة ينزل على الانتخابات يتم انتخابه، سموه نابوليون. وليش أطلقوا عليها الاسم؟ لأنه هو كان قصير، وأكيد كلكم تعرفوا متلازمة نابوليون. هي تخص الأشخاص اللي من الرجال بالذات عندهم قصر في القامة. ما كان يتجاوز طوله لهاينر 160 سنتيمتر تقريبا، وهالشيء بيحكوا علماء النفس بيخلق نوع من المشاكل عند الرجال بالذات اللي هم قصار في القامة. بصير عندهم كذب عن موضوع الدخل حتى يعوضوا عن القصور في الناحية الجسدية. بيبدوا يتعاملوا مع الناس بطريقة أحيانا فيها شيء من التعالي، وأكيد عارفين ليه سموها متلازمة نابليون. نسبة إلى نابليون بونابرت اللي بيحكوا أنه أصلا كل فتوحاته وحروبه كانت حتى يعوض على موضوع قصر قامته، والبريطانيين بالمناسبة شجعوا هالشي حتى يقللوا من احترام الناس لنابليون. خلال فترة عمله كعمدة كان عنده الكثير من الإنجازات، من ضمنها أنه خلق تقريبا 10,000 فرصة عمل لسكان المدينة، بالإضافة لأنه جعلها زي مركز لتصنيع السيارات في شرق ألمانيا. وكان معروف عنه أنه ملتزم جدا في عمله، إذا بدهم يفتتحوا مبنى جديد لازم العمدة يكون موجود. أي شيء عشاء خيري، أي نشاط يخص المدينة لازم العمدة يكون موجود فيه. أحيانا كانت زوجته بريغيتا ترافقه في هاي المشاوير والاحتفالات. وبالرغم من نجاحاته العملية، إلا أنه زوجته بريغيتا دائما كانت تنظر إله على أنه هو يعني مش الشخص المناسب إلها. صحيح أنها ترتب أموره في الاحتفالات، في المناسبات يكون واضح اهتمامها فيه، إلا أنه الفكرة
ما كانت out of love، كانت فقط شعور بأنه هي الآن زوجة عمدة المدينة. بريجيتا واللي كانت تحب تلعب دور إنها زوجة شخص مهم في المجتمع، تستضيف بعض الاجتماعات والاحتفالات والأعمال الخيرية، كانت في البيت إنسانة مختلفة تماماً. صحيح أمام الناس تعاملوا على إنه شيء محترم، لكن في البيت خلاص إذا عليه شيء لازم يعمله لازم يعمله. يعني مثلاً إذا مطلوب منه إنه يقص العشب، ممكن تتصل عليه وهو في مكان عمله وتطلب منه إنه يجي وينجز المهمة. يعني بصراحة بس هيك حاب أوصل لكم كيف شعور رجل المفروض إنه هو إنسان مهم في المجتمع، رجل عمدة المدينة، لكن زوجته في داخلها لا تملك له أي نوع من الاحترام. أحياناً تقلل من قيمته وقدره حتى أمام الأهل والأصدقاء، أكيد شعور مؤلم. أحياناً كانت تنادي زوجها بالقزم الصغير أمام الناس، وهالشيء في نوع من الإهانة الشديدة للرجل. يا أختي مدام مش عاجبك الرجل القصير ليش تزوجتيه من الأصل؟ يعني شوفوا إنسان عنده كل هالإنجازات وداخل بيته مش محترم من قبل زوجته. أعطيكم أمثلة، مرات كثيرة هو بحب يشرب الواين وهالشيء عادي في مجتمعاتهم الغربية. هي كانت ما تحب الكحول، أحيانا لما يكونوا في سهرة أو مشوار ييجوا مثلا يصبوا له بعض الكحول داخل كأسه، هي تغطي الكأس وتمنعه من أنه يشرب المزيد. وأنا بحكي هون عن مجتمع غربي، يعني طبيعي أنه الرجل يشرب النبيذ وشيء مقبول جدا، وبالتالي تيجي هي تمنعه أنه تحدد له مثلا كأس واحد لأنه هي ما بتحب النبيذ، مش لأنه هي أصلا ضد فكرة الشرب كاملة. على كل الأحوال هالشيء دليل على الشخصية المسيطرة اللي داخل البيت. إذا كانت أمام الناس هيك ما بالكم داخل بيتها؟ يعني يكون عند زوجها اجتماع مهم تطلب منه إنه يجي ويقص العشب لأنه هي عندها بزنس من البيت وبدها دايما يكون بمظهر جيد، قمة اللا احترام. هاينر بدأ يمضي الكثير من الوقت في العمل حتى يهرب من وجوده أصلا داخل المنزل، المفروض المكان الوحيد اللي إحنا بنرتاح فيه. في العام 2005 بيتعرف على سيدة كانت تعمل هناك في الإدارة وبصير بينهم علاقة، يجد الراحة في علاقته مع هاي السيدة، لكن للأسف اللي كانت تشبه بيحكي هو جوليا روبرت. المهم أنه بيصير بينهم علاقة وبتنتهي هاي العلاقة بانتهاء عمله كعمدة للمدينة. يمكن حتى هاي السيدة كانت مستغلة فكرة أنه هو العمدة لا أكثر ولا أقل. وطبعا علاقة زي هيك مستحيل تمر عليها لبريجيتا، في النهاية بتوصلها معلومات أنه زوجها على علاقة. شوفوا الإجراء اللي بتتخذه، بتروح على مركز الدفن بتشتري إلها زي بقعة حتى يتم دفنها فيها، وبتوصي المسؤولين في مكان الدفن إنه ما يندفن بجانبها غير ابنها وصديقتها، وزوجها ممنوع يحضر مراسم العزاء. يعني صراحة أغرب طريقة في الانتقام والتقليل من احترام الشخص الآخر. المهم هاي السيدة نفسها أصلا كان إلها علاقة غرامية بعد ما توفت والدتها وأيضا أختها بفترة بسيطة، دخلت في حالة نفسية صعبة وصار إلها علاقة غرامية وانتهت أيضا بسرعة، هو ما ناقشها في الموضوع نهائيا. هلا الفكرة اللي بدي أوصل لكم إياها إنه العلاقة بينهم وصلت مرحلة إنه ما بهم كل واحد فيهم شو بيعمل الشخص الآخر، المهم أمام المجتمع أمام الناس هم الزوجين السعيدين اللي بيتبسموا وبيظهروا بمظهر جيد. وبعد ما يستنفذ جميع فرصه في أنه يكون عمدة المدينة، الآن مطلوب منه أنه يضل في البيت بمواجهة بريجيتا اللي ما كانت أصلاً مرحبة فيه وهو عمدة، فما بالكم لما يكون متقاعد. الوضع أكثر من سيء، بتصير تطلب منه
إنه يعمل بعض الأعمال البسيطة زي إنه يجي على الصالون ويرحب بالزبائن. بحاول إنه يعمل بزنس خاص فيه مرة ومرتين ما بينجح، خصوصا إنه هي ما كانت تدعم الفكرة، لأنه معظم البزنسز اللي كان بده يعملها كانت من البيت، وهي أصلا أوريدي فاتحة بزنس يخصها. وما بينتهي الانهيار في بعض الأمور المالية والمهنية، أيضا في أموره الصحية هو من الأساس بيعاني من التهاب معوي حاد، وحاول زيارة عدة أطباء لكن ما استفاد. يقال إنه زوجته هي مرضه، يعني التوتر اللي كان يعاني منه بسبب علاقته فيها كان هو السبب في هالمرض. وفي مرة من المرات ولما تسوق حالته الصحية بروح على زي منتجع صحي حتى يتعالج. هناك المعالج بيطلب منه طلب غريب، بيحكي له إنه اكتب عن علاقتك بزوجتك ممكن ترتاح، وما تتخيلوا سعادته لهاينر. فعلا بيبدأ يكتب أشياء تدل على إنه كان يتألم جدا من هاي العلاقة. بيحكي في هاي الكتابات إنه هي كانت تعامله كأنه طفل داخل البيت، كانت تمنعه من إنه يمارس الأشياء اللي بحبها زي مثلا الرسم، إنه كانت دايما حريصة على تنظيف البيت بطريقة مزعجة، وزي ما حكيت تعامله على إنه طفل لا أكثر ولا أقل. في نهاية كتاباته بيحكي بمنطق إنه ما في حب نهائي في العلاقة، والعلاقة الزوجية إذا ما كان فيها الحب بتكون شوي صعبة. الحب والاحترام هو أساس العلاقة الزوجية. صحيح إنه الاحترام وحده أحيانا يكفي، بس شو مانع إنه يترافق معه الحب؟ إحنا أحيانا بنكون عنا القدرة فعلا إنه نحب الشخص المقابل إذا فكرنا بالأشياء الجميلة الموجودة فيه، وأكيد كل واحد فينا عنده أشياء جميلة، وما نركز على الأمور السلبية. هاي السيدة بالرغم من كل إنجازات زوجها إلا إنه مجرد هو قصير كانت بالنسبة إلها مشكلة. في النهاية بقرر إنه يروح على برلين يستأجر مكتب ويبدأ بزنس هناك. بعد فترة بيرجع بيفكر إنه استئجار مكتب في برلين مكلف، خليني أستأجر شقة وأستخدمها زي مكان للعمل. وفعلا هاي اللي بيصير. ومع إنه برلين ما كانت تبعد مسافة كبيرة عن لودويغسفيلدا، إلا إنه عجبته الحياة هناك، خلاص صار يمضي معظم وقته في المدينة يرجع عليها في نهاية الأسبوع، وهالشيء كان بالنسبة إلها أيضا هي مريح. بدأ يعيش في هالشقة ويشعر بحريته الآن، إله مكانه الخاص، يعمل له ديكوريشن بطريقته الخاصة. هاي الأمور هو ما كان إله الحق فيها نهائيا في البيت اللي بيعيش فيه مع بريغيتا. هي أصلا كانت ممنوعة إنها تدخل على شقته في برلين، بالنسبة إلها أصلا أحسن. المهم إنه الآن هو يعيش في برلين في شقة خاصة فيه، موجودة في هالشقة صورة عشيقته السابقة وفي قمة سعادته. بيستأجر شخص حتى يساعده في كتابة رواية، وهاي الرواية بيكون فيها الكثير من الأمور الإباحية. هلأ هو بيقنع زوجته إنه مش هو اللي يعني صاحب الأفكار، هو مجرد شخص عمل إديتينج على هاي الرواية، لأنه أصلا هي ما كانت عجباها الفكرة. حتى وهو بعيد عنها هو يخاف من ردة فعلها. وأكيد أنتم متخيلين الوضع الآن، هو في برلين عايش في عالمه وخيالاته، والكثير منها يتمحور حول العلاقات والأمور الجنسية. هي عايشة في بيتها مع كلبها وشغلها، تشتغل من الساعة 8 للساعة 12 تقريبا، تأخذ بريك، تروح تمشي كلبها، وبعدين ترجع تشتغل كمان ساعتين. بالنسبة إلها كانت هاي هي الحياة الجميلة بعيدا عن زوجها والتزامات الحياة الزوجية اللي من الأصل ما كانت كثيرة. خلال وجوده في برلين بتوصلها أخبار إنه هو على علاقة بسيدة أخرى. هاي المرة بتواجهه وبيكون رده
إنه ما تتدخلي بما معناه وما بدي أحكي في الموضوع، بالنسبة إلها ما بهمها نهائي، المهم لما أحتاجك في المناسبات أمام الناس تكون موجود، يعني صورة اجتماعية لا أكثر ولا أقل. مع أنه في فترة من الفترات تحرك داخلها شعور يعني أنها زوجته، في النهاية راحت هي واحدة من صديقاتها على برلين حتى تراقبه، لكن ما وصلت لنتيجة. هو كان غارق في علاقة مع سيدة من تايلاند عمرها 33 عام. الفتاة التايلاندية فينيايوس كان هو غارق فيها، اتعرف عليها من خلال واحد من الأصدقاء، لكن سيدة عمرها 33 عام، هو في الستينات من عمره، بالتأكيد كان الهدف من العلاقة هدف مادي لا أكثر ولا أقل. في المقابل هو كان متخبل عليها زي ما بيحكوا الإماراتيين حبايبي، ودايب في دبدبها على رأي أخواني المصريين، خلاص كل يورو يملكه هو حق إلها. صرف عليها من 40 ل 70 ألف يورو خلال فترة العلاقة، هدايا، ملابس، سد عنها ديونها، راح معها على الفلبين هناك وعملوا زي حفل زفاف بسيط أو مقدمة لحفل زفاف، أعطى والدتها ووالدها مبلغ مالي حتى يجددوا البيت اللي هم بيعيشوا فيه. في النهاية لما خلصت فلوسه ما في إله داعي الآن في حياتها، هو عمره 67 عام، هي 33 عام، بتغادر حياته بكل هدوء. وبعد رجوعها من تايلاند بتختفي من حياته، بيبدأ يبحث عنها ما بيوصلها، يحاول يتصل عليها بدون أي نتيجة، بيستأجر محقق خاص اللي بيوصله معلومة إنه الآن هي إلها صديق آخر متقاعد بيصرف عليها. هاي فكرة الشوغر دادي بالمناسبة المنتشرة بالفترة الأخيرة. المهم إنه كمان مش بس هي عندها شوغر دادي، لا كمان هي تعمل في مجال الدعارة، بينهار هالشخص اللي هو هاينر تماما، هو أصلا منهار، بزداد انهياره، لأنه حتى البزنس اللي يخصه اللي هو مجال الاستشارات بيخسره بسبب هاي العلاقة. والآن ما في أمامه خيار إلا أنه يرجع ويعيش مع زوجته. طبعا بالنسبة إلها الوضع ما بناسبها نهائيا، بتطلب منه أنه ينزل ويعيش في البيسمنت أو التسوية. بالنسبة إلها عودته كانت شيء سيء، خلاص هي تعودت أنها تعيش بدونه، لكن في النهاية هي مجبرة بتطلب منه أنه يعمل بعض الأعمال اللي كان يعملها سابقا، تنظيف وترتيب الحديقة لأول مرة في حياته بيرفض. المهم أنه حياتهم صحيح في كثير من التوتر داخل المنزل، لكن أمام المجتمع هم زوجين عاديين، يروحوا مناسبات، يحضروا احتفالات، وكأنه ما في أي شيء بينهم نهائيا. وهلأ تقريبا بنرجع لبداية قصتنا. بالعادة بريجيتا بتسكر صالونها بالفترة اللي بين الكريسماس والعام الجديد. خلال هاي الفترة بتاريخ 28 ديسمبر بتحتفل هي وزوجها بعيد زواجهم 47، بيهديها ورود، بيشربوا الشامبانيا، وبيكونوا كأنهم زوجين عاديين جدا، لكن بتكون هاي آخر حفلة عيد زواج. في يوم الأربعاء بتاريخ 29 ديسمبر ماتياس بتلقى اتصال من والده بيحكي له أنه والدتك مش موجودة في البيت، الكلب مش موجود، وحتى السيارة، عندك معلومات وين ممكن يكونوا؟ طبعا ماتياس ما بيكون عنده أي معلومات، لكن على طول بيجي عند والده حتى يساعده في عملية البحث عن والدته. بيبدأ هاينر يتصل على الأصدقاء والجيران بيخبرهم أنه هو كان في برلين حتى يتناول طعام الغداء مع مجموعة من الأصدقاء، ولما رجع ما وجد زوجته. في النهاية الساعة 8 مساء بيروح على مركز الشرطة حتى يخبر عن اختفائها.
بيوصل الابن ماتياس وبيروحوا الثلاثة اللي هم هاينر ماتياس والصديق اللي كان طبيب بيطري في المدينة، وبيبدوا عملية البحث في الغابة لأنه هي بالعادة بتمشي كلبها هناك. بعد عدة ساعات ماتياس خلاص بيتعب وبيحكي لوالده يعني خلينا نرتاح شوي. الوالد بيضغط عليه إنه لا خلينا نستمر، وفعلا بيستمروا. وبعد البحث لعدة ساعات بينتبه ماتياس إنه في كأنه حذاء يخص والدته موجود بطريقة زي ما هي بتضعه داخل البيت، موضوعين بطريقة مرتبة. خلاص بصير عنده شعور إنه رح يتم العثور عليها. بيمشوا لمسافة بسيطة وللأسف فعلا بيتم العثور عليها. واضح إنه هي مقتولة في كيس بلاستيكي حول رأسها، وفي أيضا رباط الحذاء واضح إنه تم خنقها باستخدام هالرباط. الابن بيكون في حالة من الانهيار عكس الوالد اللي بتكون ردة فعله بدون أي مشاعر. هلا الابن في البداية بيتوقع إنه هي نوع من الصدمة. المهم بيرجعوا على البيت، وأول شيء بيعمله هاير إنه بيبدأ يتصل على الزباين الصالون حتى يعتذر منهم. وتخيلوا كيف الطريقة اللي بيعتذر فيها منهم، بيتصل عليهم وبيحكي لهم إنه ما في داعي تيجوا لأنه السيدة توفت اللي هي السيدة زوجته. يعني طريقة غير عادية في إنه يعبر عن مشاعره، المفروض يكون حزين وحتى ما يفكر أصلا في إنه يعتذر للزباين. وبيتم دفنها لبريغيتا بتاريخ 24 جانوري. بيحاول الزوج في هاي الفترة يظهر إنه في حالة من الحزن، بيحضر مراسم العزاء مع إنه هي كانت موصية بعدم حضوره. بيبدأ المحققين الآن عندهم شكوك واضحة باتجاه الزوج. هلا ليش هم شكوا فيه؟ من البداية لما بدوا يسألوه كان يحكي عن زواجهم بأنه زواج غير سعيد، ما كان واضح عليه أنه حزين نهائيا. بدأ يذكر تفاصيل أنه هي ما كانت تسمح له يرسم، كانت تعامله بطريقة سيئة. واضح أنه بيحاول يرسم نفسه على أنه ضحية من البداية. وخلينا نرجع شوي لمسرح الجريمة وأوصف لكم الوضعية اللي وجدت فيها الجثة. واضح إنه هي تم خنقها باستخدام رباط الحذاء زي ما حكيت، في كيس بلاستيكي على رأسها، عارية من الأسفل، وأيضا وجهها مشوه. داخل جيبها وجدوا مجموعة من حبوب الفياجرا بالإضافة لواقيات ذكرية. من البداية كان عند رجال الشرطة شكوك بأنه صار ستيجينج على مسرح الجريمة حتى يتم إظهاره بأنه هي جريمة تتعلق بالأمور الجنسية، يعني كأنها رايحة تعمل علاقة مع شخص معين وصارت معها هالحادثة. وبتفتيش مسرح الجريمة ما بيتم العثور على أي نوع من الأدلة، ما في بصمات، آثار أقدام. صحيح إنه كان في DNA يخص الزوج والزوجة على رباط الحذاء، لكن هالشيء طبيعي لأنه في النهاية هم بيعيشوا في نفس البيت. هلا بيبدوا يبحثوا عن سيارتها، أخيرا بيحصلوها موجودة في واحد من الأحياء السكنية على بعد 1 كيلومتر تقريبا من منزل العائلة. بيتم استدعاءه للزوج وبيبدوا يسألوه عن مكان وجوده بتاريخ 29 ديسمبر. بيعطيهم تفاصيل دقيقة جدا عن مكان وجوده بالساعة وبالدقيقة من الساعة 12 مساء وحتى عودته بعد فترة الغداء. من خلال كلامه بيحكي لهم انه هو راح على سبا، لكن لما يسألوا السبا ما حد بيتذكر انه شافه. هلا هيك بصير عنده زي ما نحكي جاب في حجة غيابه. بالإضافة لذلك هو تأخر عن موعد الغداء مع أصدقائه وصار عندهم ساعة كاملة هم مش عارفين شو عمل فيها هاي الساعة، ممكن تكون كافية لتنفيذ جريمة. وهاي الساعة بالذات هي اللي بيتوقع المحققين انه صارت فيها الجريمة.
بعد 4 أيام على مقتل بريغيتا بيتم اعتقاله الساعة 6 صباحا وتوجه له تهمة جريمة القتل. بعد اعتقاله مباشرة بيتم تفتيش بيته، هو بيتوجه للناس وبيطلب منهم انهم يتقدموا بأي معلومات، اي حد شافه بين الساعة 12 والساعة 1 تقريبا في مركز او منتجع اسمه ثيرمال باث انه يجي ويخبر رجال الشرطة، وبيوصف ملابسه اللي كان يرتديها وما في حد بيتقدم بأي معلومة. بتبدأ محاكماته لهاينر، وخلال هاي المحاكمات أحد الشهود بيتقدم بمعلومة إنه هو شافهم بينزلوا من السيارة وبيدخلوا باتجاه الغابة، يعني هاينر وزوجته، لكن بعد فترة رجعوا حكى إنه هو مش متأكد إذا شافهم الأربعاء أو الخميس. هلا ليش هو كان مستغرب؟ لأنه من فترة طويلة ما شافهم مع بعض، دايما يكونوا كل واحد لوحده. في المقابل في شخص آخر شهد بأنه شافها داخل الغابة وهي بتمشي كلبها، وكانت وحيدة ما كان معها زوجها، إلا أنه سجلات الهاتف بتأكد أنه هاينر كان موجود في نفس المكان اللي صارت فيه الجريمة، سجل الهاتف الخاص فيه طبعا من خلال أبراج الاتصالات. بالإضافة لشاهد آخر أكد أنه شافه لهاينر وهو يسوق سيارة المرسيدس اللي تخص زوجته في مساء حدوث الجريمة. من الأدلة الفورنزيكس اللي تم استخدامها في المحاكمة هو DNA يخصه كان موجود على رباط الحذاء، لكن لا يعتبر دليل قوي لأنه في النهاية هو موجود هالشخص داخل البيت، وممكن يكون الدليل أو DNA عفوا انتقل على الحذاء أو رباط الحذاء. هلأ أكثر شيء بالنسبة للمحققين والناس الجيران والأصدقاء كان مثير للشك هو السرعة اللي خبر فيها عن اختفاء زوجته. هلأ هو رجع مباشرة من العشاء على طول بدأ يتصل على الأصدقاء وابنه يسأل عن زوجته. المفروض افترض إنه هي مثلا راحت عند أصدقائها، راحت تمشي كلبها، لكن هو كان مستعجل انه يخبر الجميع عن اختفائها، يعني بعد 3 ساعات فقط بدأ يبحث عنها. وكالعادة في حالات زي هيك العشيقة بتكون موجودة في المحاكمة وبتشهد ضد عشيقها بعد ما خسرته كل فلوسه، البزنس قلبت حياته رأسا على عقب، اجت على المحكمة وشهدت ضده. خلال هاي المحاكمة بتحكي في تفاصيل محرجة جدا تتعلق في علاقتهم في غرفة النوم، وما بعرف شو علاقة هاي الأمور في النهاية بالمحاكمة. أيضا لما يسألوها عن زوجته كيف كان يحكي عنها، بتحكي إنه كان يحكي عنها إنها إنسانة مزعجة، لكن لما يرجعوا للكتاب اللي كتبه بمساعدة أحد الأشخاص بينتبهوا على إنه الشخصية الرئيسية بتحكي بطريقة إنه في النهاية الطلاق ليس خيار، ممكن أقتل وما أطلق. وخليني أحكي لكم تفاصيل الجريمة بحسب ما بيحكي المدعي العام، إنه بتاريخ 29 ديسمبر هاينر وزوجته راحوا حتى يمشوا الكلب. هلا هي بتحب جمع النباتات، انحنت حتى تلتقط البعض منها، على طول بيضربها ضربة قوية على وجهها وبتوقع على الأرض. بعد هيك بيستخدم رباط الحذاء بيخنقها، بيضع كيس على رأسها حتى يضمن انه هي توفت، وبعدين بيروح للكلب وبيقتله بنفس الطريقة، بيكسر عنقه. هلا في تساؤلات كثيرة طرحها محامي الدفاع وناس في الموجودين في المحكمة حتى صحفيين، انه لو هو مثلا قتل بريغيتا اول ليش ما كلبها واللي بيحبها جدا هاجمه، ولو العكس صحيح لو هو قتل الكلب اول ليش ما هي حاولت تدافع عن كلبها. هالسؤال ما عرف حد يجاوبه خلال المحاكمة. استراتيجية محامي الدفاع كانت انه يحاول يظهره على انه هو الزوج اللي عاش حياة سيئة مع زوجته خلال هاي الحياة، هي كانت تسيطر عليه، يعني حاول يظهره على انه ضحية، لكن ما في عنده دافع حتى يقتلها
لأنه في النهاية اتنين وصلوا لمرحلة كل واحد يعيش حياته منفصل عن الآخر. على كل الأحوال، في شهر مايو من العام 2013 هو وجد مذنب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم، لكن عندي بعض التفاصيل البسيطة. واحدة من المراسلات كانت جدا مهتمة في الموضوع، وفي النهاية كتبت كتاب اسمه The Shoal Case, The Deadly End of Marriage، اللي هي زي نهاية مميتة للزواج. خلال هالكتاب بتحكي عن سنوات وسنوات من التعنيف العاطفي اللي كانت تمارسه بريجيتا على زوجها هاينر. لكن أيضا خلال هالكتاب بتحكي إنه صار العكس تماما، يعني في البداية هي اللي كانت تمارس عليه نوع من التعنيف، في المراحل الأخيرة انقلبت الآية وبدأ هو ينتقم لسنوات وسنوات من هالتعنيف. خلال هالكتاب أيضا بتلمح إنه ممكن ما يكون هو الشخص الجاني. في هالكتاب بتحاول هيك تطرح نظرية غريبة جدا، إنه ممكن هاي السيدة بريجيتا استأجرت شخص حتى يقتلها وفي النهاية توقع بزوجها. الدليل على ذلك إنه هي قبل ما تتوفى كانت مخبية مبلغ كاش في البيت بتخبر ابنها عن هالمبلغ، بالإضافة لأحاديث إلها مع مجموعة من الأصدقاء. واضح كأنه هي يعني خلاص بتنهي شيء معين في حياتها. هلأ بعض المحللين بيحكوا إنه ممكن كانت تفكر بالتقاعد لا أكثر ولا أقل. من خلال هالكتاب بتم طرح فرضية أخرى، إنه هي أيضا كان إلها علاقة مع واحد من أصدقاء لهاينر، علاقة غرامية على مدى عدة سنوات، وإنه بالفترة الأخيرة هي بدأت تفكر إنه تعترف لزوجها، وممكن هالشخص اللي هي على علاقة فيه قرر إنه ينهي حياتها ويخلي زوجها هو المشتبه الأول فيه. الابن ماتياس خلال فترة التحقيق بيقدم لرجال الشرطة بعض البطاقات اللي كانت زي مواساة له بوفاة والدته. واحدة من هاي البطاقات كانت الخط فيها مطابق للرسالة اللي وصلت لمركز الشرطة عن وجود علاقة بين بريجيتا وشخص آخر. بيحاول رجال الشرطة إنه يوصلوا لهاي السيدة اللي كتبت الرسالة، لكن هي بتكون غادرت المنطقة. الآن بيوصلوا للبوي فريند اللي هو المفروض بوي فريند، بيحاولوا إنهم يتأكدوا إذا كان بينه وبينها علاقة، وبينفي أي نوع من العلاقة. في النهاية ما بيتهموه بأي شيء. بالنسبة للقاضي كان مقتنع تماما إنه السنوات اللي خلالها الزوجة عاملت زوجها بطريقة ما فيها أي نوع من الاحترام. أحيانا بعض الأصدقاء بيحكوا إنه هي كانت تعامل الكلب الموجود في البيت بطريقة أفضل مما تعامل زوجها. هو اللي أوصله لمرحلة إنه خلاص انهار، وصل لحظة من الغضب عبر عن غضبه من خلال قتل زوجته. هاينر استنفذ جميع محاولاته للاستئناف، ما زال حاليا موجود في السجن. علاقته مع ابنه ما زالت جيدة، لأنه في النهاية أصلا ما إله، والدته خلاص توفت، والإنسان الوحيد اللي عرفه على أساس أنه هو والده هو هاينر. وهيك بتنتهي قصتنا المؤلمة لليوم، اللي في نهايتها بحب أحكي أنه دايما لازم نبحث عن الأشياء الجميلة في الأشخاص اللي إحنا بنعرفهم. يعني هاي الزوجة ما شافت كل نجاحات زوجها وإنجازاته في الحياة، الشيء الوحيد اللي وجدته فيه أو اللي ما كانت تحبه هو إنه قصير القامة، وركزت على هاي المشكلة وحولت حياتها وحياته لمأساة على مدى 47 عام. يعني هي نسيت انه اخذ مكان الوالد في حياة ابنها، كان ناجح في حياته العملية، يلقى الكثير من الاحترام من المجتمع اللي هو بيعيش فيه، وركزت على هاي النقطة بالذات. كانت هاي نهاية قصتي لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوني باللايك والاشتراك في القناة. الى اللقاء.